السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل مع بعض سكاشن الوراثة. السكشن بتاع النهاردة هناخد فيه تطبيق 32 وتطبيق 33 وتطبيق 34 ومجاميع الدم. نبدأ مع بعض أول جزء في السكشن هو معدل الانقسام الخلوي، أو احنا بنقول عليه الدليل الميتوزي، الميتوتيك اندكس. عايز أعرف الانقسام الميتوزي كان بنسبة قد ايه؟ كان معدل الانقسامات اللي موجودة في الخلية، اللي موجودة في النبات في الخلايا، كانت بمعدل قد ايه؟ دلوقتي هنشوفها ازاي هتتحسب في تطبيق 32. اعطيك جدول فيه هنا عدد الحقول اللي احنا هناخدها، هنا بروفيس، ميتافيس، انافيس، تيلوفيس، ده عدد الخلايا المنقسمة، وده عدد الخلايا الغير منقسمة اللي هي موجودة في طور الانترفيس، الطور البيني، وهنا التوتال كله الاجمالي. هتقول لي طيب انا ليه باخد هنا اكتر من حقل، كمثال يعني ليه اكتر موجود اكتر من حقل وباخد ليه متوسط؟ انت قدامك دلوقتي دي الشريحة بتاعت الميكروسكوب، انت لما بتطلع الشريحة او المكان اللي انت بتشوفه ده هو ده بنقول عليه فيلد، حقل. فطبعا الميكروسكوب مش هيجيب لك الشريحة كاملة، فبيجيب لك حقول، عدد من الحقول. فانا برضو ليه بجيب متوسط لعدد الحقول دي؟ علشان دلوقتي انا لو كان عندي مثلا ان انا خدت الجزء ده من الشريحة، الحقل الاول ده، فجيت بعد كده لما جيت اخدت الحقل التاني، مشيت بالشريحة وجيت اخد الحقل التاني، فعديت اللي انا كنت عده قبل كده كمان مرة، فبالتالي الطور ده موجود مرة واحدة بس انا عديته كم مرة؟ مرتين. يبقى انا ده ما ينفعش، عشان كده لازم اجيب مين؟ المتوسط. طب لو كان موجود وانا برضو مشيت كده وعديت ده مرة وده مرة كمان ثلاث مرات، يبقى انا كده هيضطر ان انا الارقام اللي انا هطلعها دي مش هتبقى ارقام واقعية، مش هتبقى ارقام يعني ارقام مظبوطة، فبالتالي لازم اجيب مين؟ اجيب المتوسط، هو اللي انا هشتغل عليه. القانون بتاعي بيقول ايه بقى؟ ان الميتوتيك اندكس، معدل الانقسام الخلوي بتاع الدليل الميتوزي، ان انا بقسم عدد الخلايا المنقسمة على عدد الخلايا الكلية اللي هي عدد الخلايا المنقسمة وغير المنقسمة، واضربهم في 100، فبتطلع لي نسبة مئوية في الاخر. النسبة دي بتقول لي ان معدل الانقسام الخلوي 30%، معدل الانقسام الخلوي 40% في النبات. ناخد مثال، دي قدامنا ده حقل مايكروسكوبي للشريحة، عايز اطلع منه الميتوتيك اندكس، معدل الانقسام الخلوي. فانا بروح اعد الانقسامات اللي موجودة عندي، بعد الخلايا اللي حصل فيها انقسامات، ادي 1 2 3 4 على نفس المنوال. فانا بحسب عدد الخلايا المنقسمة اللي هي لونها اخضر دي، فهي بمعدل 20 خلية منقسمة. طب عدد الخلايا اللي ما انقسمتش اللي هي لونها العادي ده الطبيعي، فدي نقول عليها كام؟ 55. يبقى الميتوتيك اندكس بيساوي ايه؟ عدد الخلايا المنقسمة اللي هي 20 على 20 زائد 55، اللي هي المنقسمة وغير المنقسمة اللي احنا بنقول عليها عدد الخلايا الكلية. هتطلع لي 26% او 27%، لو انا ضربتها في 100 هتطلع لي 26% او 27% كنسبة مئوية. دي ببساطة طريقة حساب الميتوتيك اندكس. المثال اللي بعده بيقول لي ان تطبيق 33 عايز اعمل اعداد للاعضاء المذكرة في النبات للفحص الميوزي. الفحص الميوزي انا بستخدم نبات الذرة. اشمعنى الذرة؟ هنعرف بعد كده في السكشن اللي جاي اشمعنى ليه يستخدموا نباتات الذرة، نبات الذرة في التجارب الوراثية. احنا بناخد الاعضاء المذكرة، من مميزاته ان هو بيحمل الاعضاء المذكرة في مكان والاعضاء المؤنثة في مكان تاني. فالاعضاء المذكرة دي اللي هي عبارة عن حبوب اللقاح اللي موجودة على السنبلة او الشوشة، بيقولوا عليها الشوشة في النبات. طب انا هاخدها امتى؟ هاخد حبوب لقاح؟ لا طبعا، زي ما احنا قلنا قبل كده ان الانقسام الميوزي هو مسؤول عن تكوين حبوب اللقاح او تكوين البويضات. بيحصل انقسام ميوزي عشان يديك في الاخر خلايا بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اللي فيها، اللي موجودة في حبة اللقاح، او بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اللي موجودة في البويضة اللي بيحصل لها بعد كده اخصاب. يبقى انا بالتالي باخدها امتى؟ باخدها عشان اشوف الانقسام الميوزي وتطلع الاطوار موجودة، باخدها قبل ما بيحصل لها تفتح، قبل ما تتفتح بالشكل ده.
فبخوتها وهي لسه مقفوله، لسه بيحصل لها انقسام ميوزي، الاطوار لسه موجوده. لكن لو انا خدتها وهي موجوده في المنظر في الشكل ده، فبالتالي انا هشوف، مش هشوف غير حبوب اللقاح فقط، هشوف حبوب اللقاح تحت الميكروسكوب، مش هشوف الانقسامات ومش هشوف الاطوار اللي موجوده فين تحت الشريحه. فبالتالي لازم اخدها مقفوله. طب اخدها ازاي؟ بكون محضر طبعا القتل والتثبيت، محلول قتل والتثبيت ومحلول الحفظ زيه زي الميتوزي. يبقى باخد بقطع الشوشة اللي موجودة دي او الاعضاء المذكرة دي وهي لسه بتكون حبوب اللقاح، وبحطها في المحلول القتل والتثبيت مباشرة، وبسيبها لمدة 24 ساعة بنفس التكنيك اللي احنا اشتغلنا بيه قبل كده في الميتوزي. تطبيق 34 بيقول لي انبات حبوب اللقاح في محلول سكري واعمل فحص لحبوب اللقاح معمليا. التجربه دي بتثبت ان المحلول السكري بيحصل بيعمل انبات لانبوبه اللقاح. انا ده شكل عندي حبوب اللقاح، لما بيحصل ان هي بتحطها على محلول سكري بتبدا تكون انبوبه اللقاح اللي موجوده دي. ففي التجربه دي بقى هنمشي نعمل ايه؟ اول حاجه نمشي بالخطوات. اول حاجه بجيب بحط نقطه محلول سكري 4% على شريحة زجاجية سلايد، وبعد كده بحط عليها حبة اللقاح او حبوب اللقاح وبغطيها بالكفر بتاع الشريحة، وكمان اكرر نفس العملية دي بس بحط نقطة مية بدل ما احط محلول السكري، وبسيبهم الاتنين الشريحتين دول في مكان دافي لمدة 30 دقيقة عشان يحصل لهم انبات. بعد كده هفحص الشريحتين تحت الميكروسكوب. الملاحظة اللي انت هتشوفها ان اللي كانت حبوب اللقاح اللي كانت محطوطة على المحلول السكري هيحصل لها انبات لانبوبة اللقاح، هيحصل انبات لانبوبة اللقاح، ولكن اللي محطوطة على نقطة مية مش هيحصل لها انبات. الاستنتاج اللي احنا هناخده في الاخر ان حبوب اللقاح علشان يحصل لها انبات لازم يوفر لها وسط غذائي مناسب زي المحلول السكري. ده التجربة ببساطة جدا. الجزء الاخير بتاعنا في السكشن بتاع النهارده هو مجاميع الدم. مجاميع الدم اللي هي فصائل الدم. انا عندي كام فصيله دم؟ عندي فصيله دم A و B و AB و O، اربع فصائل دم، اربع مجاميع دم. هنعرف دلوقتي المجاميع الدم دي بتتكون من ايه. فقال لك في الجدول تطبيق 44 اكمل الجدول التالي في مجاميع الدم في الانسان. انا عندي مجاميع الدم قلنا A و B و O و A B و O. كرات الدم بتحتوي على انتيجين وبتحتوي على انتي بادي مضاد، جسم مضاد، وفي الطرز الجينية الجينوتايبس اللي بتورث اللي بيحصل لها توريث عشان تديني فصيلة الدم. فانا عندي كرات الدم في بروتين A، لقوا في فصيلة دم بتحتوي على بروتين موجود A، انتيجين A، فقالوا عليه فصيلة دم A، ولقوا فصيلة تانية بتحتوي على بروتين مختلف عن A فسموها انتيجين B، فدي قالوا عليها فصيلة الدم B، ولقوا ان في فصيلة تالتة بتحتوي على البروتين A والبروتين B، الانتيجين A والانتيجين B، فلقوا ان فسموها الفصيلة AB، وفي واحدة فصيلة أخيرة لقوا ان هي ما بتحتويش ولا على الانتيجين A ولا على الانتيجين B، فقالوا عليها الفصيلة O. الانتي بادي المضاد بتاع اللي موجود في فصائل الدم، فصيلة الدم ايه فيها انتي بادي B، يعني لو الدم لو في شخص مريض واتنقل له دم كانت فصيلة الدم بتاعته A واتنقل له دم من فصيلة الدم B، فبيحصل الانتيجين B بيرتبط مع فصيلة الدم بتاعته وبيكسرها، وبالتالي بيأثر على مين؟ على صحة الشخص اللي اتنقل له الدم. نفس الكلام برضو في فصيلة الدم B بتحتوي على الانتي بادي A، فما ينفعش برضو يتنقل دم من A الى B عشان ما يحصلش مشكلة. ال AB ما فيهوش ولا انتي بادي A ولا انتي بادي B. ليه؟ لان هو عنده الانتيجين موجود، فانا لو نقلت للشخص دم، الشخص اللي هو كان بيحتوي على فصيلة دم A B نقلت له دم من A، هو بيتعرف على الانتيجين A ان هو عارفه موجود، فبالتالي ما بيأثرش عليه، ما فيش مضاد ليه. نفس الكلام لو نقلت له
فصيلة دم من بي الى اي بي هو بيقدر يتعرف على بي عشان بي اصلا موجود عنده، لكن او ما عندهاش ولا اي ولا بي، فبتكون مضاد للانتي اي وللانتي بي، فما ينفعش الشخص اللي فصيلة دم او يتنقل له دم من اي ولا بي ولا اي بي، بيتنقل له دم من مين؟ من نفسه بس. ودي بنوضحها بالشكل اللي قدامنا ده، ان فصيلة الدم A بتاخد دم من نفسها وبتنقل دم ل AB، وفصيلة الدم B بتاخد دم من نفسها وبتنقل دم ل AB، وكمان O ما فيهاش اصلا انتيجين، ما فيهاش انتيجين، بتدي للفصيلة بتاعت AB عادي. وطبعا O بتدي A و AB و B، اما AB بتاخد من كله، فمعنى كده ان AB بنقول عليه مستقبل عام، بتاخد الدم من اي فصيلة، لكن O بتاخد دم من نفسها بس، من O بس، فبنقول عليها معطي عام، بتدي كل الفصائل وما بتاخدش من حد غير نفسها. في حاجة مهمة لازم اعرفك بتهمنا في الوراثة، اللي هي الجينوتايبس. الجينوتايبس اللي هو الاشكال او التراكيب الجينية لفصائل الدم. يعني مثلا لو فصيلة الدم A لما تورث بيبقى الجسم بيحتوي على اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال او اي كابيتال اي كابيتال اي سمول. اي سمول دي بتاعت الاو. البي كابيتال عشان تورث الصفة او الصفة تبقى موجودة الفصيلة الدم بي، لازم يبقى الجسم فيه يا اما اي كابيتال بكابيتال اي كابيتال بكابيتال، يا اما اي كابيتال بكابيتال اي سمول. ولو فصيلة الدم اي بي يبقى اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال بي اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال. اخر حاجة او بتبقى اي سمول اي سمول. يبقى انا عندي في سيادة من اي على او، يعني لو وجدت في صورة خليطة فصيلة الدم اي بتسود على فصيلة الدم او، ونفس الكلام لو في سيادة ما بين بي واو، بي بتسود على او. البي لو وجدت خليطة هي وO يبقى بتديني فصيلة الدم B، ولكن مفيش سيادة ما بين A و B، يعني لو وجدت الاثنين مع بعض A I capital A capital I capital A capital مع I capital B capital I capital B capital هتديني فصيلة جديدة I capital A capital I capital B capital. اخد من الكلام ده واستنتج حاجة دلوقتي هنحتاجها، ان انا عندي 3 جينات لفصائل الدم، فصيلة الدم A و B و O. هتقول لي طب ما A B دي جات منين؟ هقول لك جات من الارتباط ما بين الجين A والجين B. الجدول اللي بعده برضو نفس الكلام ده، هتحلوه معاكم، هتحلوه في الكتاب، انتوا اللي هتحلوه. عبارة عن ايه؟ ان الاب عندي O او A او B او A B، والام O A B و A B. هنبدأ نحط فروض للنسل الناتج. النسل الناتج اللي هينتج هيكون ايه؟ ناخد مثال، انا عندي الاو التركيب الجيني بتاعها ايه؟ اي سمول اي سمول، وهنا اي سمول اي سمول، فالابن اللي هيطلع او البنت اللي هتطلع هتبقى ايه؟ اي سمول اي سمول، اللي هي فصيلة الدم او. ولكن لو ايه مع او، لو الاب ايه والام او، يبقى هنا في احتمالين، يا اما اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال او اي كابيتال اي كابيتال اي سمول، وهنا اي سمول اي سمول بس، فيا اما هيديك فصيله دم A يا اما هيديك فصيله دم O. ونفس الكلام هنمشي كده بنفس الطريقه ونحل المثال بسهوله. من خلال طبعا لما تكمل معايا السكشن هتلاقي انك تعرف تحل الموضوع ده بسهوله جدا. ناخد بعد كده تطبيق 45، اوجد التركيب الجيني، التركيب الجيني في النسل للعشيره التاليه. انا عندي الابوان، عندي الاب مثلا AB فصيلة دمه AB والام فصيلة دمها O، يبقى التركيب الجيني بتاعهم I capital A capital I capital B capital وهنا I small I small. لما يحصل تزاوج ما بينهم هنبدأ نكون الجاميتات اللي هي I capital A capital هنا و I capital B capital و I small هنا. هنكون النسل اللي هينتج هيبقى I capital A capital I small و I capital B capital I small. يبقى انا هنا في سيادة من I capital A capital على I small فهتديني فصيلة دم A، وهنا في سيادة ما بين I B capital سائدة على I small فهتديني فصيلة الدم B. يبقى ما جميع الدم للنسل اللي هينتج هيكون
A و B. نفس المثال برضو في تطبيق 47 هتلاقي بيديك بصيغة تانية، صيغة مختلفة. قال لك إذا تزاوج شخص دمه من الطراز AB، سيدة دمها من الطراز O، ما هي الطرز الدم المتوقعة لأطفالها؟ هتكتب المثال وهتلاقيه بنفس الطريقة اللي احنا حليناها قبل كده. في المثال اللي بعد كده في تطبيق 48 بيقول ايه؟ في التطبيق 48 بيقول في عشيرة انسانية تم عمل فحص لمجاميع الدم. عمل فحص لألف شخص، عشيرة مجموعة من الناس بيتكونوا من ألف شخص، عمل لهم فحص لفصائل الدم او مجاميع الدم، فلقى ان في 320 شخص من الالف بيحتوى على فصيلة الدم A و 320 شخص بيحتوى على فصيلة الدم B و 320 شخص بيحتوى على فصيلة الدم AB و 40 شخص بيحتوى على فصيلة الدم O. ايه المطلوب هنا؟ ان انا احسب التكرار الجيني المسؤول عن مجاميع الدم A و B و O وحساب الاشكال المزارية المتوقعة الحصول عليها للناس القادم. ليه قلنا ان الجين، انا عندي كام جين هنا؟ ثلاث جينات A و B و O، هنا بقول عليها جينات مش تراكيب جينية او مجاميع. ليه؟ لان ال A لو ارتبطت مع B بتديني AB، فما ينفعش ان انا احط AB لوحدها، يبقى انا عندي ثلاث جينات A و B و O. عايز احسب معدل التكرار بتاع كل جين قد ايه في العشيرة. لو قدرت ان انا احسب، تقدر تقول ان العشيرة دي متزنة في حالة اتزان ولا غير متزنة. العشيرة دي متزنة بتورث بطريقة متزنة ولا غير متزنة. فبالتالي ازاي نحسبها؟ اول حاجة من المسألة دي لازم اول احسب الاشكال المظهرية المتوقع الحصول عليها للنسل القادم قبل ما ابدا في المساله. ليه؟ في قوانين هتنفعني بعد كده هنستخدمها من المثال اللي احنا هنقوله دلوقتي. انا قلنا عندنا الجين A اي كابيتال A كابيتال، والجين B اي كابيتال B كابيتال، واي سمول اللي هو الاو لو كان الذكر ده الاب بيحتوي على كده، والام اي كابيتال A كابيتال، اي كابيتال B كابيتال، اي سمول. عايز اشوف النسل المتوقع او التراكيب اللي هتتكون قد ايه، وعطيت كل جين عطيته رمز B و Q و R لل O، وهنا نفس الكلام عشان دلوقتي هنستخدم الكلام ده في المسألة اللي بعد كده عشان اطلع في الاخر فصيلة الدم A، فصيلة الدم B ازاي احسبها، وفصيلة الدم AB ازاي اجيب التكرار بتاعها و O. فنيجي الاول نعمل ضرب ده في ده، لو عملناه تزاوج مع بعضه يبقى I capital A capital I capital A capital هيديني I capital A capital I capital A capital، فهيديني فصيلة الدم ايه؟ ايه؟ اهو زي ما انتم شايفين. طب بي مضروبة بي هتديني بي سكوير، بي سكوير. اي كابيتال اي كابيتال مع اي كابيتال بي كابيتال هتديني اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال، فهتديني فصيلة الدم اي بي، والبي مضروبة في الكيو هتديني بي كيو. طب اي كابيتال اي كابيتال مع اي سمول هتديني اي كابيتال اي كابيتال اي سمول، فهتديني فصيلة الدم A عشان في سيادة، والبي مضروبة في الار هتديني بي ار. اظن كده مفهومة. انا عندي الاي كابيتال بي كابيتال مع الاي كابيتال اي كابيتال هتديني الاي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال، هتديني فصيلة الدم اي بي، والبي مضروبة في الكيو او الكيو مضروبة في البي هتديني بي كيو. اي كابيتال بي كابيتال مع اي كابيتال بي كابيتال هيديني اي كابيتال بي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال، فهيديني فصيلة الدم بي، وكيو في كيو بي كيو سكوير. اي كابيتال بي كابيتال مع اي سمول هيديني اي كابيتال بي كابيتال اي سمول، هيديني فصيلة الدم بي، والكيو مضروبة في ار هتديني كيو ار. اخر حاجة اي كابيتال اي كابيتال مع اي سمول اي كابيتال اي كابيتال اي سمول هيديني فصيلة الدم اي، والبي مضروبة في ار بي بي ار، واي كابيتال بي كابيتال في اي سمول باي كابيتال بي كابيتال اي سمول بي، والكيو في ار بي كيو ار. اخر حاجه اي سمول في اي سمول هيديني اي سمول اي سمول هيديني فصيله الدم او اللي هي مين؟ الار في ار بار سكوير ار تربيع. فهشوف بقى دلوقتي من خلال الجدول ده هشوف فصيله الدم ايه عشان احصل عليها، هتطلع من التراكيب انهي،
وهيكون التوزيع بتاعها ايه. الفصيله الدم ايه بتيجي من اي كابيتال اي كابيتال واي كابيتال اي كابيتال اي سمول. اي كابيتال اي كابيتال اي سمول. البي كابيتال بقى اللي هي فصيله الدم بي هتيجي من اي كابيتال بي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال هتديني فصيله الدم بي. واي كابيتال بي كابيتال اي سمول يبقى دي كده كام؟ هتديني فصيله الدم بي. طب الاي بي بيجي من مين؟ من اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال واي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال. طب ودي اخر حاجه مين؟ الاو بتيجي منين؟ من اي سمول اي سمول. طب عايز اعرف بقى المعدل او التكرار هيكون ازاي واحسبه ازاي. انا عندي فصيله الدم ايه بتيجي من مين؟ من بي سكوير. ادي بي سكوير، يبقى انا اقول اول حاجه بي سكوير زائد مين؟ بي ار. بتيجي من البي ار، ادي واحده بي ار وادي الثانيه بي ار، يبقى عندي كام واحده بي ار؟ يبقى 2. يبقى هنا بي سكوير زائد 2 بي ار. طيب البي كابيتال او البي فصيله الدم بي بتيجي من مين؟ من الكيو سكوير، ادي واحده كيو سكوير، وبتيجي من الكيو ار، ادي كيو ار، ادي واحده وادي واحده كمان كيو ار، يبقى انا عندي 2 كيو ار. طب الاي بي بتيجي من مين؟ بتيجي من واحده بي كيو هنا اهو، واحده كمان بي كيو، يبقى في عندي 2 بي كيو. اخر حاجه الار سكوير بيجي من مين؟ بيجي بس هي واحده بس من الار سكوير هنا. يبقى كده لما نرجع للمساله بتاعتنا عشان احل المثال اللي قدامي، عايز احسب تكرار كل جين عن طريق المعادله بتاعته اللي موجوده دي واشوف انها بمعدل ثابت ولا لا. نيجي دلوقتي القيم اللي عندي دي احنا بنقول عليها قيم مطلقه. يعني ايه قيم مطلقه؟ يعني ما فيهاش ما تقدرش تقول 32 من 10 32.5 32.6 من 10. يعني 320 شخص بيحتوي على فصيله الدم A و320 شخص بيحتوي على فصيله الدم B. فالقيم المطلقه لما تيجي تستخدمها في المعادلات مش هتقدر انك تشتغل بيها. عشان كده اول حاجه لازم احول القيم المطلقه بتاعتي الى قيم نسبيه، نسبه، عشان في الاخر اقول لك ان دي بتمثل 32 من 100، يبقى دي قيمة نسبية. يبقى أول حاجة عندي لازم أعرفها إن في قانون بيقول لي إن البي زائد الكيو زائد الآر بيساوي واحد. يبقى أول حاجة بعملها في حل المسألة إن أنا بحول القيم المطلقة إلى قيم نسبية. أنا عندي القيم المطلقة أهي، عشان أحولها لقيم نسبية بقسمها على المجموع بتاعهم. يعني 320 على 1000 تطلع 32 من 100. ونمشي نفس الكلام كده لغايه ما اطلع القيم الايه النسبيه، ولو جمعتهم هتديني قيمه مقدارها واحد. وطبعا لو ضربت في 100 هتديك 32 من 100، وفي الاخر هتديك نسبه 100% نسبه مئويه. طب انا دلوقتي عندي عشان اطلع القيم بتاعه ار وبي وكيو لوحدها لازم اشتغل على القوانين دي، القوانين دي اللي فاتت دي. فانا عندي البي سكوير معاها ار، عندي البي معاها ار مجهولين، والكيو معاها ار مجهولين، والبي معاها كيو برضو مجهولين. مين اللي ما عنديش مجهولين؟ اللي هو الار سكوير. الار سكوير هنا ما عنديش مجهولين، عندي مجهول، عندي مجهول واحد اللي هو الار. فهو ده اللي انا هقدر اشتغل بيه، اللي هو مين؟ القيمه بتاعت ار، ار سكوير، عشان ده كله الاثنين كل واحده من دول مرتبط بمجهولين، ما ينفعش ان انا اشتغل عليه. فانا عندي الار سكوير بتساوي 4 من 100. طبعا لو جبت الجذر بتاعهم فبالتالي هتطلع الار ب 2 من 10. يبقى انا كده جبت اول حاجه او اول تكرار جيني موجود عندي اللي هو 2 من 10. يبقى ده بيمثل 2 من 10 فين؟ في العشيره. تاني خطوه هجمع A و O. انا عندي الA اللي هي عبارة عن B سكوير زائد 2BR زائد R سكوير اللي هو A O. يبقى الـ A اللي هي الـ B سكوير زائد 2BR اللي هي 32 من 100 زائد 4 من 100 هتطلع 36 من 100. هرجع دي لأصلها، هرجع ده ايه المعادلة دي هرجعها لأصلها تاني. كان أصلها ايه؟ اللي هي B زائد R الكل تربيع. لو انا فكيت دي هتديني مين؟ اللي هي بضرب الاول في نفسه، الثاني في نفسه، الاول في الثاني
في 2 بيديني ايه الكلام ده؟ شغل رياضه. يبقى عشان ارجعها لاصلها بي زائد الار الكل تربيع بتساوي 36%. رجعتها كده ليه؟ علشان اقدر اطلع الجذر بتاعهم، فعرفت ان البي زائد الار بيساوي 6/10. طب انا عندي قانون بيفيدني او بينفعني، ان هو البي زائد الكيو زائد ار بيساوي 1. ده قانون نقدر نستخدمه بعد كده ان احنا نجيب قيمه مين؟ قيمه الكيو. ليه؟ انا عندي البي زائد الار بيساوي 6/10. يبقى لو قلت ان الكيو بيساوي 1 ناقص بي زائد الار، يبقى 1 ناقص 6/10 اللي هي البي زائد الار، يبقى انا جبت الكيو بكام؟ ب 4/10. برضه هنا بمساعده القانون ده بي زائد الكيو زائد الار تقدر تجيب بي بكل سهوله بنفس الطريقه. طب لو هنكمل المساله هعمل يبقى انا بجمع بي زائد او كيو سكوير زائد 2 كيو ار زائد ار سكوير. ادي بي وادي او. كيو سكوير زائد كيو 2 كيو ار بتساوي 32%، وهنا 4% بتساوي 36 بنفس الطريقه. هرجعها برضه لاصلها اللي هي كانت عباره عن كيو زائد ار الكل تربيع، يبقى بتساوي 36. هجيب الجذر بتاعها، يبقى الكيو زائد الار بتساوي 6/10، نفس الطريقه اللي احنا استخدمناها. برضو عندي القانون بتاعي بيقول لي ان البي زائد الكيو بيساوي 1، فبالتالي اقدر اجيب البي يبقى 1 ناقص كيو زائد ار، يبقى 1 ناقص 6/10 بكام؟ يبقى ب 4/10. يبقى انا في الاخر قلت ان البي اللي هي 4/10 والكيو 4/10 والار 2/10، لو جمعتهم مع بعض هيطلعوا في الاخر كام؟ بيساوي 1. بعد ما طلعت القيم بتاعتي هشوف توزيعها بقى على المعادلات اللي احنا طلعناها قبل كده. فدي عندي فصائل الدم، ودي زي ما قلنا التركيب بتاعتها بي سكوير 2 بي ار كيو سكوير 2 كيو ار 2 بي كيو ار سكوير. انا عندي البي بكام؟ ب 4/10. يبقى هعوض هنا في المعادله عن بالارقام اللي انا طلعتها. يبقى 4/10 سكوير زائد 2 مضروبه في 4/10 مضروبه في 2/10، هتطلع بكام؟ لو عملتها تطلع ب 32%. نفس الكلام هنعمل بيه هنا برضو، يعني انا اعوض عن ار سكوير ب 2/10 اس تربيع، هتطلع ب 4/100. 2 في بي كيو، بي كيو البي عندي ب 4/10 والكيو ب 4/10، هتطلع ب 32%. لو حولتها بقى، هي دلوقتي طلعت قيم نسبيه، لو حولتها الى قيم مطلقه تاني هضربها في المجموع بتاعهم اللي قبل كده في 1000، هتطلع 320 320 320 و40. في الاخر خالص هنقول ان في المثال بتاعي ان اذا العشيره بتاعتي في حاله اتزان، مجاميع الدم تورث بحاله اتزان، بحاله متزنه في العشيره. وبكده نبقى خلصنا السكشن بتاعنا، ولو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار هنكمل مع بعض على الكلاس روم في اخر السكشن. تقدر تحل المثال ده بكل سهوله زي ما قلت لك قبل كده. سلام عليكم.